نعيد رسم هذا الفيز بلوت لكي تبين عليه الديد تايم. هلا المتوقع انه يصير الديد تايم. ميزه البودي بلوت ليش مناسب لهي المساله؟ لانه الديد تايم ما بياثر على الجيم، مظبوط؟ شو بيعمل؟ في عندي ساينوسويدال سيجنال بصير ياخر فيها، فلما باخر فيها شو بغير؟ اذا هون القاعده الديد تايم هلا لانه باخر شو بيعمل بهذا الخط؟ بنزله لتحت، بقربه من ناقص 180، هي ناقص 180. هلا احنا بالوضع الحالي بدون الديد تايم كان السيستم عندي ستيبل، لانه هي عندي ناقص 180، الجين هون اقل من زيرو، وعندي عند الزيرو كانت الفيز انجل بعيد عن الناقص 180. هلا بدنا نرسم الخط الجديد هون اللي بصير. كيف بدنا نحسب الخط الجديد؟ بدنا نطلع على الفريكونسيز هذول، خلينا ناخذ مجموعه الفريكونسيز الموجوده هون. 10 to the 0 ايش يعني؟ 1 راديان بير سكند، مضبوط؟ وبعدين عندي هذه راح تكون 0.9، مضبوط؟ 0.8 0.7 0.6. خلينا ناخذ اكم من نقطة هون كمان. هذه طبعا راح تكون عندي 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5. كل هاي الوحدات هون راديانز بير سكند. هلا كيف بدي احسب هاي الزاوية؟ أنا عمالي بقول في عندي، خلينا ناخذ مثلا هاي الفريكونسي اللي هي 1 راديان بير سكند. 1 راديان بير سكند قديش البيريود تبعتها؟ إذا عندي ويف فورم الفريكونسي تبعتها 1 رادز بير سكند، كم هرتز هاي راح تكون؟ عندي أوميجا بتساوي 2 باي اف، مظبوط؟ فبتصير عندي اف بتساوي أوميجا على 2 باي، فبتصير اف بتساوي 1 على 2 باي هرتز، مظبوط؟ فبتصير كابيتال تي. هلا هون ليش انا ما بحبش استعمل هذيك التي؟ هذه التي هون بيريود لهي، التي بتساوي 2 باي، مظبوط؟ اللي هي بتطلع تقريبا 6 بوينت يعني سكندز، اوكي؟ هلا هذه البيريود كلها 360 درجة، يعني 2 باي بالنسبة لهي بتقابل 360 درجة، وهذه طبعا هون سكندز. ال 1 سكند كم درجة؟ مش هيك؟ هذا السؤال اللي بنسأله. قديش راح تكون ال 1 سكند بالنسبة لهي الويف فورم؟ واحد بدها تكون 1 على 2 باي في 360، مظبوط؟ قديش 1 على 2 باي في 360؟ حوالين 60 درجة. ستة يعني هي 3.14 في 2 تطلع 6.28، 360 على 6.28 تطلع تقريبا 57 درجة. طيب وين هاي راح تصير؟ على اي فريكونسي راح تاثر؟ ما راح هي 1 سكند، مضبوط كونستنت، بس ليش ما بتاثر على كل الفريكونسيز بنفس الشكل؟ لانه ال 1 سكند بالنسبه لفريكونسي معينه بتمثل عدد من الدرجات، بس بتمثل عدد درجات مختلف لفريكونسي ثانيه. اذا عند 1 هرتز هي 1 راديان، عفوا 1 راديان بير سكند، قديش راح انزل؟ احنا اصلا قديش هون؟ هي 90 وهي 180، مضبوط؟ هذه الزاويه تقريبا قديش؟ 150. يعني 90 هاي راح تكون تقريبا ما بين 2، هاي 135، مظبوط؟ تقديرا انا هون مش قادر ارسمها بالضبط، بس تقديرا راح تنزل. ايش يعني هاي الخط؟ النقطة الفيز بلوت راح يمر الان في النقطة هاي. ناخذ بالنسبة ل 0.9، هلا 0.9 راح يصير عندي اذا هاي 75 درجة. هلا ات 0.9 هرتز راح يصير عندي بيساوي بشكل عام البيريد بتساوي 2 باي، لا قلنا اوميجا بتساوي 2 باي اف بتساوي 2 باي على كابيتال تي بتساوي اوميجا، فبتصير تي بتساوي 2 باي على اوميجا، هذه اللي هي البيريد. عندي هاي بتساوي سكند. هلا بصير عندي ال على تي في 360 بتعطيني
اكسترا انجل. هاي طبعا تعتمد هون تي. محل تي راح احط اوميجا على 2 باي. اوميجا مضبوط ال 360 حطيناها هون. خلينا نتاكد منها مره ثانيه. عندي اوميجا بتساوي 2 باي، اوميجا بتساوي 2 باي اف، اف بتساوي 1 على تي، فتي بتساوي 2 باي اوميجا. هلا انا بدي اقسم ال على تي 360 درجه، بس محل تي راح احط 2 باي اوميجا، وهي الزاويه الجديده. خلينا نحسب مثلا اذا كانت عندي الفريكونسي بوينت الراديانس بير سكند 0.9، راديانس بير سكند 0.8 0.7 0.6 و0.1. فناخذ هاي الفورمولا، ال هي 1 سكند فراح تصير 1 هون، وهاي 260 360 على 2 باي في اوميجا. اذا لو ضربنا هلا 0.9، هلا كاني بضرب 0.9 في 57 مش هيك؟ 0.9 في 57 0.8 في 57 الى اخره، قديش تطلع عند 0.9؟ 51. هلا لو فرضنا هاي تقريبا هون 135، هاي النقطة يعني قول تقريبا 140 و 145 زائد 150 بتصير هاي تقريبا 0.9 عند 0.8 تقريبا هذه 140، قديش تطلع عند 140؟ 45.8 و 140 بصير 185. خلينا ناخذها مثلا عند 0.4 واضرب 0.4 في 57 0.4 قديش تطلع؟ 40 0.4 في لا 0.4 لا مش معقول 0.4 في 57 22 22. هلا اذا عند 0.4 قديش تقريبا هاي الزاويه؟ هاي ناقص 90 180 تقريبا 110 110 و22 تقريبا 130 هاي. خلينا ناخذ رقم هون، هذا عندي هون 0.9، هذا 1، هذا 2، هذا 3، اضرب 3 في 7 في 2 في 57 تعطيني تقريبا 120 114. هلا بدي اضيف 114 لقديش هون اصلا عندي؟ تقريبا هون 200 200 114 بتصير 300 تقريبا بالحدود هذه. اذا ايش هذا الخط الجديد؟ هذا with dead time، وهذا without dead time. ايش بدنا نحسب الان؟ الجين مارجن الجديده او الفيز مارجن الجديده. خلينا نطلع على الجين مارجن الجديده. هي عندي هون الخط، الخط كان وين يقطع الناقص 180؟ عند النقطه هاي مزبوط. وين صار هلا يقطع الناقص 180؟ مضبوط، مش صار عند النقطة هاي، بنرفع من عند النقطة هذه من هون، فصار عندي الجين مارجن الجديد زيرو. واحنا فعلا لما حركنا شوي، هلا لو بدي احافظ على جين مارجن مقدارها 0.7 دي بي، وين لازم اعمل؟ لازم عند هاي من هون انزل 7 دي بي، فلازم انزل تقريبا لهون. اذا بدي انزل من هون 7 دي بي، قديش ال 7 دي بي قلنا تقريبا؟ قسمة على 2.2 مش هيك؟ لوج 2.2 في 20 لازم ارجع هلا هون، برجع بالسيستم وش برجع هاي لواحد. هلا كيف بزيد؟ كيف بعمل 7 دي بي هون؟ لا لا انت ركز مضبوط، ال 7 دي بي هي ايش؟ قسمة ولا ضرب؟ 2.2 واحد على 2.2 شو بتعطيك؟ انتبه الجين، الجين مش طرح وجمع، الجين لما يتحول يبطل لوبس بصير اذا 1 على 2.2 0.45. اذا بدي الان جين مارجن مقداره بدي احط هذه 0.45 صار عندي هلا صار عندي 7 دي بي مع الديد تايم. نعمل رن بتعرف شو المشكلة؟ ضل هذا عماله بستنى مني اعطيه البوز، اسكر البوز.
هذا السيستم تقريبا رجع زي السيستم اللي كان على واحد مع الديد تايم. فاضطرينا عشان نتغلب على الديد تايم ننزل الجين مارجن بمقدار كمان 7 دقيقة. بنطلع على الستيدي ستيت ايرور مثلا هون. قديش الستيدي ستيت ايرور زاد؟ فدفعنا الثمن. شو الثمن اللي دفعنا؟ اضطرينا ننزل الجين فزاد الستيدي ستيت ايرور. خلينا نشوف الرايز تايم. هلا الرايز تايم حسب هذا التعريف، انا عارف انك حكيت عن التعريف هذاك، زاد عندي لتقريبا 4 سكند مضبوط. هاي هون 5.2 تقريبا من 1 4.2، كان هو بالاول حوالي 3.2 مش هيك؟ فزاد بمقدار 1 سكند، والستلينج تايم طبعا زاد، لانه لاحظوا خلال 50 سكند ما قصرنا. ما عمل ستلينج للسيستم. اوكي ماشي. اذا هذا هون السبعة دي في، هذول خسرنا 7 دي في بسبب وجود الديد تايم اللي موجود هون اللي دخل في السيستم. طبعا الاحسن احاول اتخلص من الديد تايم باني اقرب، باني مثلا اقرب الاكشويتر واقصر طول البايب في الرسم الاصلي او في السيستم الاصلي، السيت اب تبع السيستم الاصلي.